نفس الصباح وعينا ساعة أروى نص الصباح، فكتير ناسين وما نمنا بالليل. هلا أنا طبيعي ما نم بالليل لأنه أكيد بحس إنه العروس دايما بتكون عاملة قلق قبل نهار عرسة، بس أحمد كمان ما قدر ينام. ف anyway رايحين عند فيكتور كيروز، بدنا بعد 10 دقائق نوصل، كان المفروض نوصل على 5 بس شوي مؤخرين. So let's go. انا مش العريس. واو مساج مش حال الاكستنشن ليلى بضربك. ياي خلصنا قبل ساعة. شو سريعين 5:15. I'm too short for this. هيك شكلك كثير بيضحك. طوف مين عم بدق له الساعة؟ عن جد بدي اقول شيء انه امبارح كنت حاسه كثير ايموشنز وكل شوي حاسه انه رح ابكي. اليوم ماني حاسه شيء ولا شيء، ماني حاسه شيء. ماما قالت لي انه هيك رح يصير وعن جد هيك صار. ما بعرف اذا بعد شوي رح يصير عم بحس، بس هلا مش حاسه شيء. شو اذا قلت لي احسن ما ابكي نهار عرسه وميك اب ومسكرا حتبكي اذا حابكي eventually، بس انه خليني اوصل للكنيسة. امبارح زبطت شوي البراوز بس حس انه بعد بدهم تزبيط. امبارح قبل ما تنامي زبطتيها؟ ايه. في توتر؟ شوي. اوكي نفتح لوكيشن نشوف قد ايه بدنا وقت. 9 دقايق. لا منيح متأخر بس 5 دقايق. هلو وصلي جوي. هلا وصلنا على الميك اب بالذوق. وير 6 مينتس لي بس معلش اليوم راح اقول بس معلش على كل شيء. اوكي خلصنا ميك اب، هيدا رح يفوت فيه. رايحين على الشعر مأخرين 10 دقايق بس معلش. بس عندي مشكلة انا دايما بس اعمل ميك اب وما اكون عاملة شعري ولابسة تيابي، بحس حالي كتير غريبة. بحس انه كتير بس البس وهيك بحس حالي منيحة. ف هلا مستغربة حالي بس شايفته حلو بس بلا كل شي بقى. هلا شعرك نسيت انه هيك شكله. رجعنا مطرح كنا. رجعنا على البيت، صارت الساعة 10:15، قلي من 4:30 عم بركض. هلأ بدي ألبس الفستان. I'm very excited. هلأ عندي ضيقة سيلانس ما حدا يحكيني وبعدين بدي ألبس الفستان. وثانك يو لأحمد لأنه صور هالفيديو. بشوفكم قريبا. باي. هاي يو. Oh my god.